اول حاجه ممكن نتكلم عنها هو ان النيابه العامه تاخد قضايانا بجد اصلا، يعني مش لازم اروح لمقتوله ولا مغتصبه عشان يبتدي يحقق في قضيتي. لما اتكلم في انه انا بتكلم عايزه منع تعرض، او اللي هو كان اسمه الامر الحمايه التقييدي في التشريعات الاخرى، ان يتاخد بجديه، ما يبقاش محضر اداري بيتحفظ. لما اقول ان فلان بيهددني وبيلاحقني وبتتبعني وبيبعت لي تهديدات، ما يقعدش المحضر بتاعي في النيابة سنة وسنتين وفي الآخر يتحفظ، يتحقق في بلاغات الستات دي وتوفر لهم الحماية قبل ما يبقوا جثث. كل قضايا الستات بتتعرض لعدالة غير الناجزة، حتى بما فيها القضايا البسيطة اللي زي قضايا الأسر. كل قضايا الستات في العنف تحديدا العدالة فيها غير ناجزة، ده إن حصلت أصلا. دور المجتمع المدني زي ما قلنا هينقسم أكتر من حاجة، بس ممكن جزء منه إن احنا ندفع بسياسات بديلة وتشريعات بديلة توفر الحماية للنساء قبل قتلهم أصلا. يعني ممكن قبول مجتمعي واستساغة مجتمعية، وممكن كمان اعتياد. الناس من كتر ما حصلت الجرائم دي وعدت بقت خلاص بتستسيغ الخبر، وانه واحدة اتقتلت النهاردة مش عارف فين، فبقى الموضوع عادي بالنسبة لهم جدا. لو كل البلاغات او كل القضايا اتحركت من قبل ما يحصل اصلا الجريمة، مش هنوصل لمرحلة الاستساغة المجتمعية دي. يعني